رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا ضيف جديد، المهندس مصطفى حسني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يا حضرتك مهندس الكترونيات وموبايلات وحاسب آلي. اه وحاسب آلي. اوكي، عايز اعرف بقى حضرتك بدأت ازاي؟ بدأت وانا طفل صغير، اوكي كان بابا بيجيب لي لعبة فكنت بلعب بيها شوية، بعد اوكي كده بزهق من اللعبة دي فابص لها اقول انت بتشتغل ازاي، جواكي ايه، فابتدي بعد كده ان انا افكها اشوف هل انا هعرف افكها واقفلها تاني من غير ما حاجة تبوظ اوكي ولا في حاجة هتبوظ. فابتدت معايا بقى ان انا ممكن اقفلها وبعد كده حاجة تبوظ حاجة تتصلح، لحد ما وصلت ان انا لقيت نفسي دي هواية عندي من وانا صغير، ان انا خلاص بقيت افكها كلها واركبها تاني تفضل شغالة على انت طول. كده بتتكلم على اي حاجة بقى. اه على ازيك يا مصطفى الاول؟ اي عامل حاجة ايه؟ في الالكترونيات. اهلا مصطفى، الحمد لله كويس. الحمد لله. انت كده بتتكلم على اي حاجة، في الالكترونيات. اه الكترونيات، يعني مثلا الدوائر كلها مش قصة مثلا مش قصة لعبة موبايلات مثلا بس او فكيتها كمبيوتر. وركبتها، اه هي لا ابتدت معايا كده. ابتدت معاك بموضوع لعبة فكيتها اه وعايز تركبها من غير ما يبقى فيها اي اي مشكلة، مشكلة صح؟ بالظبط. اه طيب هخش معاك بقى في موضوع الموبايلات على طول. ماشي. انت ازاي العميل عندك بيفرق بين الشاشة الاوريجينال والشاشة الكوبي؟ بص، هي الشاشة الكوبي بتبقى باينة قوي. ليه؟ لأن الإضاءة بتكون مختلفة بين الأصلية وبين الكوبي. آه كمان درجة الألوان، يعني تلاقي الأحمر هنا باهت شوية تلاقي الأحمر هنا زاهي قوي، فتقدر أنت كده تفرق بين الأوريجينال وبين الكوبي. كمان تقفيل الشاشة نفسه، تقفيل الشاشة نفسه لو هي أوريجينال بتتقفل كويس، لو هي كوبي ممكن تلاقي فيها اختلاف شوية، فبتفرق معاك. حتى سرعة التاتش بين الأوريجينال وبين الكوبي تفرق برضه. احنا متعودين دايما ان احنا مستوردين، بنجيب شغلنا من الصين وبنركبه عندنا في المحل بنوزع للمحلات. حلو. احنا بنحاول ان احنا نجيب احسن حاجه في درجات الكوبي علشان العميل اللي معهوش رقم الاوريجينال بتكون غاليه، فهو لو معهوش الاوريجينال ثمن الاوريجينال فهو يحط كوبي تبقى برضه هو راضي عنها والموبايل برضه يبقى كويس معاه. فاحنا الحمد لله بنجيب درجه كويسه جدا 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 في الكوبي، فالكوبي ما تفرقش قوي بين الاوريجينال عندنا، احنا بنحاول نجيب حاجه كويسه يعني. طيب انت قلت لي انك انت بدأت الاول بانك بتركب لعبه وبتاع، طب ايه بقى اللي دخلك المجال نفسه؟ مين حببك في المجال الكمبيوترات والموبايلات؟ اللي دخلني في المجال ان انا كنت داخل ثانويه عامه سنه اولى، اوكي وحد من صحابي قال لي ان في مدرسه اول سنه تكون فيها الكترونيات، فطبعا انا مصدقت، انا بحب الالكترونيات فعايز افهم عايز يعني انت اتعلم، درست اصلا؟ درست اه اوكي فكنت عايز اتعلم. فاول ما دخلت في دي ابتديت بقى ان انا ليا كان ليا اصحاب فاتحين محلات وكده، فبقيت اخلص المدرسه واروح اقف معاهم شويه اتعلم افهم افك فتقعد الموبايل. تبص على اللي بيعمل اه ايه وتتعلم فابتدت بقى منه. ابتديت معايا كده وابتديت ادرس بقى واتعمق اكتر لحد ما الحمد لله دلوقتي بقيت. طيب انت ازاي بقى يعني انا عارف انك بتفك الاي كلاود. اه بص، هو الاي كلاود ده ليه عوامل، في موبايلات بيتفك فيها الاي كلاود، في موبايلات ما تفكش فيها الاي كلاود. طيب لو انت عايز تفك الاي كلاود بسعر قليل تعمل ايه؟ اول حاجه لازم تكون عارف الاسئله، في اسئله وانت بتعمل اي كلاود بتحط لها اجابه، 3 اسئله بتحط لهم اجابه. انت بتعرفهم منين الاسئله لا دي؟ هو انت اللي تكون لازم عارفهم. صاحب الموبايل، اه صح؟ عشان اه يتاكد ان ده الموبايل بالظبط بتاعه يعني. بالظبط. اه اوكي انت اللي تكون عارفهم. طيب لو انا مش عارفهم، طيب لو انا عندي موبايل تاني مربوط بنفس الاي كلاود فاقدر من خلاله ان انا ابعت مسج للتليفون التاني فيقول لي ان ايه ان انا اكتف من هنا فاقدر برضه افتحه. طيب لو انا عارف ولا عارف ده ولا عارف ده اعمل ايه بقى؟ في بقى مواقع بنفك عليها رسمي بس دي بتكلف تقريبا نص تمن التليفون. مواقع يعني ويب سايت على ال اه يعني لو الموبايل بيتكلم مثلا كمستعمل في ال5000 بتفك ب 2500 مثلا. طب احنا معانا صورة بس، انا كنت عايز اعرف انت هنا كنت بتعمل ايه؟ اه هنا كنت في المشرحة بتاعتي جوه كنت بصلح موبايل كان فيه مشكلة صعبة شوية. ده الميكروسكوب وانا شغال عليه. الموبايل ده كان بتاع حد اعرفه وكان عليه داتا مهمة جدا مهمة جدا جدا جدا، لان هو بيشتغل في مكان مهم فكان فيه داتا مهمة على التليفون ده، وده وقع في الماية وراح لواحد واتنين ما تصلحش. قعدت في الموبايل ده ساعة لحد ما تعمل الحمد لله عملناه. الحمد لله عملته يعني خلاص، اه الحمد لله. طلعت من المشرحة اه بالموبايل سليم ومفيش الحمد أي حاجة. لله ماشي. طيب الحمد أنا لله. عايز أعرف يعني إيه أي سي تاتش؟ اي سي تاتش دي منظومة كاملة في أوكي التليفون، دايما اغلبية الموبايلات اللي بتضرب تاتش هي السكس بلس، السكس بلس وبعدها السكس العادي، بس السكس العادي بنسبة قليلة. السكس بلس ده دايما اي سي التاتش فيه بيبوظ، ساعات بيبوظ اي سي تاتش وساعات التراكات اللي تحت لا الاي معلش سي. بس عشان الناس ما تتوهش، يعني ايه اي سي طيب تاتش؟
اي سي تاتش ده منظومه كده بتقدر من خلالها ان انت لما تدوس على حاجه معينه فالموبايل يترجم ان انت دوست هنا في الحته دي، فهي خطوط طول وخطوط زي عرض. معالج يعني، اه صح؟ خطوط طول وخطوط عرض، فبحيث ان انت لما تدوس هنا هو بقى يقول لك ان انت دوست في الحته دي، فالمعالج ايه يعني لما يترجم الموبايل يجيب الحاجات اي دي. سي تاتش يبقى التاتش بتاعه يعني الشاشه شغاله، لكن الاي سي لكن ما تاتش فيش بس تاتش. اه اوكي. وساعات بيكون في الموبايل الاي سي نفسه سليم، بس التركات اللي هو بيركب عليها الاي سي نفسها اللي في البورده فيها مشاكل. يعني دي مش لازم الشاشه كلها مثلا تتغير لما لو يعني حطيت لو ليد حد شاشه مش هتشتغل تاتش برضه. اوكي يعني. طيب لازم تحل المشكله اللي جوه البورده. انا عايز اقول لك حاجه، يعني ايه موبايل متجمع؟ موبايل متجمع ده يعني البورده من حته والشاسيه من حته والبطاريه من حته. هل الموبايل العميل الاوريجينال بيعرف الكلام ده؟ يعني بيعرف في اذا ناس كان بتعرف في ناس ما تعرفش، فاحنا ممكن هنا نساعد الناس ونقول لهم ازاي تعرف الموبايل قول متجمع ازاي. ولا مش متجمع. الموبايل الاوريجينال انت عارف يا اما بتجيبه من الشركه يا اما من حد موثوق فيه وبيبان على الموبايل. وممكن نعمل سيرش بالسريال ولا الموضوع ممكن ده مش نعمل سيرش صح؟ في مواقع اوكي ممكن تعمل عليها سيرش زي اوكي الثري يو اوكي تولز ده، ممكن تعمل سيرش بالسريال بتاع التليفون. طيب المتجمع بقى، المتجمع ده اول حاجه اول ما تمسك الموبايل كده تلاقيه خفيف شويه، ما تلاقيش نفس الوزن بتاع الموبايل الاوريجينال، تلاقي الموبايل خفيف. تاني حاجه تلاقي الشاسيه لو هو لونه جولد في الاوريجينال بيبقى زاهي شويه، بقى لونه باين. في المتجمع بيبقى تحسيه كده مطفي شويه، مبقاش مظبوط. تاني حاجه ان اولا هو بيضرب له علبه كمان المتجمع كمان ده. علبة المتجمع ده وشاحن بتجيب بتجيب له وعلبة شاحن فيه جديد، سماعه جديده، بتجيب له علبه جديده وعليها نفس السيريال، وتلاقي الموبايل متبرشم قدامك ويقول لك ده جديد زيرو الشركه. الموبايلات المتجمعه دي بتكون في الاغلبيه في الايفون، في الايفون الفترة الأخيرة بتكون كتير قوي الحقيقه قوي واغلبيتها بتيجي من دبي من جبل علي في دبي، بتيجي متجمعه على هنا على طول. وفي ناس بتشتغل في المتجمع، بس المتجمع ده طبعا مش حلو، لا كفاءته مش مش حلو خالص. كفاءته مش زي، وهو مش وحش، هو طب مش ايه الفرق؟ وحش. الفرق طبعا ان حاجه الاوريجينال تفرق كتير، تفرق البطاريه لما تكون اوريجينال فتقعد معاك اكتر، ما تكون بطاريه كوبي. ما هو المتجمع ده بيجيب له بطاريه كوبي يحطها، شاشه كوبي اوكي. يحطها، فطبعا بتفرق كتير في اداء الجهاز. طيب اخر سؤال حابب اختم بيه، ايه حلم مصطفى حسني انا عندي في حلمين. المجال؟ قول الحلمين. اول حاجه ان انا اتجوز. ده حلم كل شاب وكل فتاة. ده اول حلم. انا خلصت خلاص يعني مستني العروسه بس. فتاني حلم بقى ان انا يبقى عندي مركز صيانه كبير ويبقى يعني تقدر متقسم. تفيد يعني، ممكن انت مثلا لو جالك حد معهوش فلوس وعايز يصلح الموبايل هتصلحه له؟ لو حسيت ان هو لو فعلا حسيت ان هو محتاج هعمله، هتعمله. اعمله له. طبعا احنا مصريين فيهم الحته دي. ايوه بس مش يروح له بايفون برو ماكس يعني ويقول له ان ده هو اكيد هو صلحهولي. مش لا محتاج اكيد. كده، هو عامل 22,000 جنيه اكيد مش محتاج. باشمهندس قول قول اخر حاجه نختم بيها، قول. ان شاء الله الحلم بتاعي الاساسي ان انا يبقى عندي مركز صيانه كبير. ده يبقى مقسم لكذا دور. الدور مثلا الاول يبقى فيه ناس مختصه للايفون بس، في الدور ناس التاني للسامسونج، في للسامسونج بس، بعد كده للشاومي الماركات التانية. والاوبو، يبقى كل واحد في حتته. فانت تيجي تحط موبايلك خلاص كده انت موبايلك اتصلح استاذ مصطفى حقيقة انا بشكرك بكفاءه. جدا، وبجد انت فدت الناس وقلت حبيبي. معلومات يمكن الناس ما تعرفش عنها حاجة. في حاجة بس عايز اقولها للناس اتفضل. قبل ما نختم، في اللي حد موبايله بيقع في المية فيروح يحطه في رز، فده مش صح خالص بجد؟ طبعا. لا مش اوكي، صح. دي اول انت مره اول اعرفها. موبايلك لما يقع في المية تجيبه تقفله، سشوار. تقفله اول حاجة تقفله، طب والسشوار بعد ده؟ كده الاستشوار والشمس اوكي الاثنين دول، وبعد كده توديه لحد يصلحه او صح. ينظفه من جوه. ده لازم، ما تقولش اوكي ان هو ممكن يشتغل لوحده، لا. بنشكرك جدا يا استاذ مصطفى. حبيبي شكرا ليك. واعزائي المشاهدين طبعا يعني استاذ مصطفى قال لكم الموبايل اللي يقع في الميه ما يحطوش في الرز خالص، يعني الرز ملوش علاقه خالص بتصليح الموبايل. بنشكركم جدا، ونروح فاصل ونرجع لكم تاني مع رئيسة مسابقة ميس موديل وايت بيتش سلمى المشد.